السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الأفاضل. حالة كده بسيطة جدا بتجيلنا يوميا في العيادات بتاعتنا، سكروتال الترا ساوند لطفل صغير، الأم مش لاقية التستس فجايباها للدكتور الأشعة يشوف. تعال نشوف كده مع بعض الحالة. إذا أنت مش كاتب تستس، أنت كاتب انسيستد هيدروسيل، ده تشخيص تاني خالص. واحدة واحدة عشان إيه، تركيزة صغيرة هقول لكم عليها. بداية الإكزام ده كان سنة وحوالي 4 شهور. بعض الكلينيشنز هتلاقيهم كاتبين انجواينال الترا ساوند، بعضهم كاتب سكروتال الترا ساوند، بعضهم بيكتب، عشان بس الغلطة دي نواب الأشعة ممكن تقع فيها، هتلاقي بعض الكلينيشن كاتب بلبي ابدومينال الترا ساوند. يعني هو خلاص عمل اكزامينيشن للتستس في السكروتال ساك مش موجودة، في الانجواينال ريجون مش حاسس أي ماس ولا حاجة، فطالب بلبي فبيطلب ابدومينو بلبي. لو انت كنايب اشعه ما خدتش اي هيستوري هتقوم عامل ابدومينو بيلفيك عاديه جدا، ومش هتستخدم اصلا اللينير بروب ولا هتعلق على التستس خالص، تمام؟ فلذلك ليتل هيستوري، خد هيستوري، ما تعتمدش قوي على الريكوست اللي جاي لك، لان بعض الريكوستات، مش بعض، معظم الريكوستات بيتكتب الاكزام بعد كده ما فيش ولا كلمه هيستوري، فناخد هيستوري كويس. المهم انا على فكره حتى لو الحاله مطلوبه بيلفي ابدومينال، اول حاجه بعملها في الحالات دي اكزامين السكروتال ساك. السكروتال ساك امتي كده خلاص انا عارف ان في اندسند تيستيس، او الاسم الافضل ايه اللي هي ماد سند تيستيس، تمام. جيت بعد كده على الانجواينال كانال، اليمين موجوده في نصها خلاص، والسايز والتكشر كويسين وزي الفل. الشمال موجوده في نصها والسايز والتكشر زي الفل. طب ما خلاص كده الفحص خلص. لا ما خلص، لا ما خلص. ليه؟ انجواينو سكروتال، انا مش هقول لك اعمل بلبي ابدومينال، بس انجواينو سكروتال يعني ايه؟ الانجواينال كانال هاتها من اول تحت خالص لغايه الانترنال رينج بقى، لغايه لما تفتح في الابدومينال كافيتي. ليه؟ علشان حاله زي كده، علشان ممكن يكون اسوشيتد هيرنيا، ممكن يكون في كوميونيكيتنج هيدروسيل، او ممكن يكون في انسيستد هيدروسيل، ده اللي الاناء في الناحيه الشمال. ليتل مانيبيوليشن، ما تبقاش عنيف، عشان ما يعني ممكن يكون في شويه فلويد حوالين التستس وانت تحاول تنزلها هوب تعمل لها تورشن. لا، فيري فاين مانيبيوليشن، بتزقها بالبروب زقه خفيفه كده ال اس، اذا دي نزلت مكانها ودي كمان نزلت مكانها بقى التشخيص ريتراكتايل تستس. وريتراكتايل دي احسن شويه، المال ديسندد ممكن يكون الكورد صغير ما تنزلش، فيعملوا لها اوبريشن والثانيه والثالثه كذا مره كده عشان يطولوا الكورد شويه بشويه. لكن الريتراكتايل ولله الحمد الكورد بالفعل يعني طوله مناسب، تمام، وبالتالي ممكن مثلا سنجل اوبريشن تفي بالغرض، او ايفن حتى الفولو اب. دي طبعا راي الكلينيشن مش رايي. اوكي، فالتشخيص الاولاني كان عندنا بايلاترال ريتراكتايل تيستس تيستيس، تمام، وكان عندنا انسيدنتال فايندنج لما كملت مع الانجواينال كانال مع السبرماتيك كورد لغايه الابدومينال كافيتي، لقينا انسيستد هيدروسيل. الدرس اللي هنا ايه؟ كمل along the full length of inguinal canal، ما تكتفيش ان انت لقيت التستس خلاص شكرا وفرحت وكده، لا اكمل علشان ممكن يكون فيه هيدروسيل. كمل والطفل بيعيط، يعني ايه؟ ما هو ممكن يكون فيه هيرنيا مش هتبان الا مع البلزالفا اللي هي بالنسبه لنا الكراينج. طبعا بتقابلنا بعض المشكله بس دي قليله، طفل بيضحك طول الوقت وزي الفل، طلعوا الام بره عشان يعيط ما بيعيطش، اقرصه ما بيعيطش، بتقابلني والله بتقابلني، وببقى مش عارف يعني اعمل ايه، اعض ولا اعمل ايه يعني. فالواحد يعني على قد ما اقدر كده ايه، لازم يكون فيه شويه كراينج. عايز تعمل موضوع الكراينج للطفل الهادي، جوعه كده ساعتين وري اكزامين هتلاقيه بيعيط، تمام. المهم ان الاستادي ده لازم يكون فيها عياط، لازم تكون سادي كده شويه علشان ايه، تعرف تشخص الهرنيات والاذر فايندز. يلا بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.